لدينا من ناحية أخرى لو حبينا نتكلم على مسألة أخرى، الوضع الإنساني في الداخل الفلسطيني وتحديدا في القطاع. الأونروا بتقول نحن باقون لأطول فترة ممكنة. خد بالك احنا بنتكلم عن الأونروا، والأونروا بوضعها كمؤسسة للإغاثة مؤسسة للإغاثة والتشغيل وما إلى ذلك، فهي أصلا مستهدفة كمان من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يصفي وجودها على الأراضي الفلسطينية. احنا بنتكلم، خد بالك، إنه الاحتلال بيشتغل على حاجتين. واحد، هو عاوز تصفية القضية بالكامل، هو بيشتغل على أكتر من محور. تصفية القضية بالكامل هو عاوز يتممها من خلال ايه؟ زي ما كنا بنتكلم مع الدكتور محمد الباز، انه هو عاوز ارض خالية، يعني ارض بلا شعب، فيتحول الشعب الفلسطيني الى ايه؟ شعب بلا ارض. إذن يتعمل عملية تهجير أولا، بعد كده هذا التهجير بقى هيبقى تهجير قسري أو تهجير طوعي. ده ما يدور في الخلد وفي الذهن الإسرائيلي، انه اما تهجيرا قسريا، وهنا وقفت مصر بالمرصاد وبمنتهى الحسم، بل اننا دايما نوصفها بانه الموقف المصري كان موقف شديد الجسارة امام العالم، لانه العالم كان في البداية مستعد للسيناريو ده. طيب بعد شوية بدأ العالم يغير من نظرته، بس الى ايه؟ الى انه طيب تهجير طوعي، لانه اصبح ده الطريقة اللي بيعرض بيها الاسرائيليين موقفهم. فيقولك طب والله احنا خايفين عليهم، ما تستضيفيهم عندكم شوية وبعدين نبقى نرجعهم. فيبدأ بقى بعض الدول، بعض الحكومات، بعض الانظمة تعلن انها مستعدة لاستقبال الفلسطينيين، بل واعطائهم اقامات لحين استقرار الاوضاع. فيبقى في عندك تهجير طوعي، يجي الفلسطينيين، مش هيحصل طبعا، لكن يقول لك طب خلاص اوكي، طالما البلد ده مفتوح والبلد ده مفتوح والبلد ده مفتوح، فاحنا نطير على هناك وبعدين نبقى نشوف هنرجع بعد كده امتى وازاي. ده هم بيقولوا كذا. فمصر ايضا وقفت بمنتهى القوه والحسم والجساره في ملف التهجير الطوعي، وبدات وهي من اللحظه الاولى بتشتغل على الدعم الانساني. اسرائيل عندها ايضا جبهه اخرى فتحتها، الا وهي اخلاء فلسطين من الأونروا واغتيال أونروا معنويا وأدبيا. فالأونروا النهاردة بتقول نحن باقون لأطول فترة ممكنة. معايا على التليفون السيد عدنان أبو حسن، المتحدث باسم الأونروا. أهلا بيك سيد عدنان. أهلا بيك أستاذ يوسف، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك سيد عدنان. يعني في إطار تصريحكم بأننا باقون لأطول فترة ممكنة، مدى قدرتكم على البقاء في ظل استهداف أو استهداف من جيش الاحتلال بل والحكومة الإسرائيلية نفسها لوجود الأونروا على الأراضي الفلسطينية؟ يعني أستاذ يوسف، في عام 1948 الأمم المتحدة أنشأت دولة إسرائيل وأعطت الفلسطينيين الأونروا. هذا الذي حدث في حينه. لذلك الأونروا موجودة بتفويض دولي وأممي. فقط قبل عامين الأونروا حصلت على 170 دولة فوضت لصالح تجديد التفويض لمدة 3 سنوات. نحن نعمل في غزة منذ أكثر من 75 عام. يعني الحديث الإسرائيلي عن شطب الأونروا وإقالة مفوض الأونروا وإقالة الأمين العام للأمم المتحدة هو حديث غير منطقي. يعني نحن في غزة شريان الحياة، الجسم الوحيد الذي بقى متماسكا في غزة هي الأونروا. لدينا 13,000 عامل وموظف ثابت، و10,000 من موظفي العقود، مئات المؤسسات، مئات العربات والشاحنات، العيادات المنتشرة في كل مناطق قطاع غزة. يعني بالنهاية لو توقفنا هذا يعني الحكم بإعدام المكان والناس. لذلك نحن سنبقى، هم يعرفون أننا سنبقى وسنواصل تقديم هذه الخدمات حتى في شمال قطاع غزة عندما منعونا من الدخول. وجاءوا بمنظمات أممية، مثلا برنامج الغذاء العالمي في اليونيسف والصحة العالمية. في النهاية عندما على الأرض، كانوا على الأرض، يعني تحدث عن منظمات عدد أفرادها 5 أو 10 أو 15 وليس بالآلاف كما الأونروا. صحيح. حتى في شمال قطاع غزة عندما أدخلت المساعدات نحن من قمنا بتوزيعها ودخلت إلى مخازننا لأنه لا بديل في النهاية. بالإضافة نحن نمثل إرادة المجتمع الدولي، وليس فقط لأن هناك 12 شخصا، هناك ادعاءات بأنهم شاركوا في أحداث 7 من أكتوبر، بعضهم الآن يثبت براءته وليس له علاقة بأي شيء،
وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولون قالت بأن الأونروا لديها آليات بالنسبة لموضوع الحيادية والتعامل في السياسة بالنسبة لموظفيها غير موجودة في أي منظمة أممية أخرى. لذلك نحن سنواصل العمل لأنه إذا توقفنا ساعة هذا يعني انهيار منظومة العمل الإنساني بكاملها في قطاع غزة. صحيح، ونحن نتمنى أن تستمر الأونروا على الأراضي الفلسطينية لأجل هذا الشعب ولأجل هذه القضية. أشكرك جدا سيد عدنان أبو حسن المتحدث باسم الأونروا. أنت متخيل احتلال يحارب منظمة أممية؟ يعني أنا مش قادر أفهم. ويحاربها لأجل أن تترك ويلاحق أعضاء هذه المنظمة وموظفيها ويكيل لهم الاتهامات بل ويستهدفهم كمان، يعني ولو حتى بغرض الاغتيال المباشر وليس فقط الاغتيال المعنوي، أي إنهاء حياتهم وقتلهم، يعني شيء الحقيقة مفزع من قبل هذا الاحتلال.